اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم في الدورة 25 خلال الفترة من 28 من فبراير إلى 5 من مارس. 121 فيلماً من 62 دولة تشارك في فاعليات المهرجان. قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يمنح جائزة باسم الوثائقية للمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة، ويتكفل بإنتاج فيلم وثائقي للفريق الفائز، عروض أفلام لأول مرة وندوات وكواليس خاصة. انتظرونا في رسالة يومية من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على شاشة وثائقية.